من عرف لغة قوم أمن شرهم، ومن عرف فنونهم فهم فكرهم. من مختلف قبائل مصر الكبيرة جاءت فرقة من كل منهم تعرض فنهم وتتنافس على جائزة المهرجان المقام بوادي الجمال بأقصى شرق جنوب مصر. الموسيقى النوبية مميزة عن أي موسيقى على أساس السلم الخماسي، والفنانين أو المطربين النوبيين اللي بيغنوا دائما كلماتهم هم اللي بيألفوا، يعني هو بيكون مؤدي للأغنية وفي نفس الوقت مؤلف الأغنية، شاعر. عشان كده دائما الأغنية النوبية بالنسبة لنا احنا ليها إحساس. ده اسمه بسنكوب، ده الأود بتاعنا، يعني هو بسنكوب مش عود يعني. وده اي اغنيه نحن نوجهها نجي فيها. تعريف المصريين وغيرهم باماكن وفنون ربما لم يروا منها شيئا ابدا، وفنون قبائل اعتبرت من المهمشين، هدف اتفق حوله المنظمون والمسؤولون كذلك. لو بنتكلم عن الصحراء المصريه احنا بنتكلم عن 95% من مساحه مصر كليه. 95% على فكرة الصحراء مش صحراء خالية، مش صحراء فاضية. الصحراء دي فيها طبيعة جميلة، فيها ملامح جيولوجية بديعة ومتنوعة. مصر تمتاز بأنها عندها صحراء رملية، صحراء البيضاء، صحراوات جبلية، زائد أنها عندها مئات من القبائل المنتشرة في كافة أنحاء مصر. محمد ترك، MBC، مرسى علم.